لما قررنا نعمل برنامج بنناقش فيه أهم الأفلام التسجيلية اللي بعضها كان ليها تأثير سواء محليا أو عالميا، وأثناء تحضيرنا من حوالي سنة ظهر فيلم عمل ضجة كبيرة سواء المتفقين معاه أو المختلفين، وهم أكتر بكتير، اسمه في 7 سنين. إحنا هنا لما بنناقش فيلم بنكون محايدين حتى لو كان لينا وجهة نظر أو توجه في كتير من المواضيع اللي بنناقشها، فإحنا بنناقش وجهة نظر الفيلم بموضوعية تسمح بتوضيح وجهة نظر صناع الفيلم حتى لو اختلفنا معاهم. علاقة الإنسان والدين علاقة قديمة جدا ومعقدة وليها أسباب كتير، يعني حتى الدول اللي احنا بنعتبرها كافرة ليها إله، لأن الإنسان من ظهوره الأول على الأرض رجع كل اللي بيحصل في الطبيعة لقوة خفية أكبر منه ومن الطبيعة طبعا. وبالرغم من اختلاف الأديان والعلم في تحديد عمر الإنسان على الأرض من كام ألف سنة حسب الرأي الديني والكام مليون سنة حسب العلم، دكتور عبد الصبور شاهين الداعية الإسلامي وخطيب جامع عمرو بن العاص أقدم جوامع مصر كان له كتاب شهير في أواخر التسعينات أثار ضجة كبيرة جدا وقتها، ولكن خد في النهاية موافقة الأزهر بس على مسؤولية الكاتب. كان اسمه أبي آدم، دمج فيه نظريتين مع بعض وقال إن في فرق بين البشر والإنسان، وإن البشر هم تنطبق عليهم نظرية النشوء والارتقاء بينما الإنسان هو اللي بيبدأ من آدم، ودلل على كده من وجهة نظره من القرآن الكريم. الإنسان بفطرته يميل للفكر الديني وفكرة وجود إله، مش بس تدينا، لأنها شكلت بالنسبة له الأمل في الأفضل وإن في حياة أحسن جاية، وإن في ظهر يلجأ له وقت المحن، إن في قوة قادرة تغير حياته في أي وقت. وفي جملتين جم على لسان إسراء، واحدة من البنتين اللي اختارهم الفيلم كنموذج، كلام بيأكد المعنى ده. الفيلم بيتناول شريحتين من الشباب كلهم من المسلمين والمتغير اللي حصل لهم خلال فترة حددها ب7 سنين، وحاول الفيلم يربطها بثورة 25 يناير. الأولى مكونة من ولدين وبنتين سابوا الإسلام وتشككوا في وجود إله، وأنا برفض لفظ ملحد لأنه ملوش أي أساس لغوي، هو مشتق من اللحد يعني القبر. والتانية كان لشباب بعيد عن الدين واتجهوا للجهاد المسلح في سوريا بعد كده. قبل ما ندخل في تحليل الفيلم نتكلم شوية بشكل عام عن النوعية دي من الأفلام. الكيانات الإنتاجية الكبيرة في مجال إنتاج الأفلام التسجيلية بتكون يونيفرسال يعني عالمية، فبتنتج في كل العالم، بس عادة مش بيكون إنتاجها من النوع ده من الأفلام إلا في بعض دول العالم التالي، يعني ما بنشوفش النوعية دي من الأفلام بتتعمل في أوروبا أمريكا. طبيعي إن في أفلام تتصور في مصر بس بتكون عادة متخصصة في حضارة أثار اكتشافات، بس النوع ده زي ما هنشوفه في الحلقة دي واللي جاية بيكون له أسبابه حتى لو كان فريق العمل كله مصر أو من بلد اللي اتصور فيها، لأن في الآخر الفيلم بيتنسب للجهة المنتجة مش لفريق العمل. وبالرغم من تفشي الظاهرة دي في دول كتير إلا أن القناة أخدت مصر بس كنموذج. بداية أحب أوضح أن موجة ترك الدين المنتشرة حاليا كانت موجودة وبشكل أقوى بكتير في الستينات، وكان نسبة كبيرة جدا من الكتاب والمثقفين وشباب الجامعات لا ديني. وطبعا كتير مننا عارفين قصة دكتور مصطفى محمود اللي كتبها في كتابه الشهير رحلتي من الشك إلى الإيمان. ولو رجعنا بعض أفلام الستينات هتلاقي شخصية اللاديني موجودة في كتير منها. طب ليه الستينات وليه دلوقتي؟ في الستينات كانت الثقافة الروسية مؤثرة جدا في عقلية الشباب المصري، وإحنا سياسيا وقتها كنا متحالفين مع روسيا الشيوعية اللادينية، وكان المركز الثقافي الروسي من أكتر المراكز الثقافية تأثيرا بجانب سفر كتير من الطلاب للدراسة في روسيا. كل ده شكل فكر ثقافي مختلف. أتحداك إن شفتهم في أي فيلم في الستينات أو السبعينات حتى واحدة محجبة غير الستات الكبار، وده كان طبعا للإحتشام. وكتير لما بتسأل الجيل ده ليه ما كنتوش محجبات مش هتلاقي أي إجابة. بدأ الناس في النص الثاني من السبعينات السفر لدول الخليج، فبدأ فكر مختلف يغلي في المجتمع المصري مع تراجع الدور الروسي في مصر بعد حرب 73، فحصل تحول المجتمع للاتجاه الديني الأصولي. طيب إيه اللي حصل في 10 سنين الأخيرة؟ مع الجيل الجديد بدأ دور الأب والأم للأسف بيضعف، فضعف الوازع الديني اللي كان بيحكم سلوكياتنا، يعني حتى اللي كان بيعمل غلط كان بيعمله هو عارف انه غلط،
وأصبح مصدر الثقافة والمعرفة الوحيد هو الإنترنت. فطبعا بقى سهل جدا وصول لمعلومات كتيرة ممكن تشكك الواحد في كل حاجة بغض النظر من صحة المعلومة أو لا، حتى لو كانت معلومة تاريخية زي كتير من اللي مكتوب في كتب التاريخ والتراث واللي بعضه مش صحيح أو مدسوس. بعيدا عن قناة الجزيرة، فمسؤوليات الفيلم وأدواره تايهة بين اتنين: السيناريست المخرج محمد رشيد والمنتج المعد المقدم محمد ماهر عقل. وبالمناسبة فالمخرج كان أعد لمحمد ماهر عقل فيلم قبل كده بس ما كانش من إخراجه، بس أنا انطباعي الشخصي وأنا طبعا معرفش الاتنين إن اليد العليا طول الوقت كانت لمحمد ماهر عقل، زي ما تشوف كده فيلم من عادل إمام ولا محمد سعد فبتقدر تعرف مقدار تدخلهم في الفيلم. فيلم النهاردة بينتمي لنوعية الفيلم الوثائقي زي ما شرحنا المرة اللي فاتت، اعتماده على ثلاث عناصر: الحوارات، الإحصائيات، والمواد الأرشيفية، مع جزء بسيط جدا من الدوكيو دراما. هنقسم تحليلنا للفيلم ده ثلاث أجزاء: الإخراج، الإعداد، والتقديم. الإخراج يعتبر أنجح عنصر في الفيلم من حيث شكل الكادر والمونتاج اللي قام بيه المخرج، كان مريح في أغلب الفيلم. حركة الشريو في كتير من المشاهد أضافت للفيلم خصوصا لما بيبدأ الصوت معاها. الجرافيكس كان بسيط بس مؤثر جدا، مشاهد تمثيلية مقبولة جدا، أماكن التصوير كانت اختيارها مناسب ما عدا مكانين كانوا منتقدين جدا: الباب وأوضة نوم سنة، واحدة من البنتين اللي حاورهم الفيلم. عيوب الفيلم من ناحية الإخراج حاجتين: الأولى النقلات الحادة جدا بين حالات ترك الدين في النص الأول من الفيلم، فجأة بقينا في سوريا مع الجهاديين بإيقاع وشكل وإخراج مختلف تماما، كأنك بتشوف فيلم تاني خالص، وأنا فعلا كنت أفضل أنه يكون فيلمين مش فيلم واحد، كان هيبقى أفضل من ناحية التناول وأن كل جزء ياخد حقه أكتر. بعد كده في أواخر الفيلم بيرجع للمجموعة الأولى مرة تانية، وبعدين بيفاجئك بشخصية مهمة جدا في آخر الفيلم كان ممكن جدا يبقى لها تأثير في الفيلم، بس هي ظهرت كمشهد استعراض عضلات وما استفادش الفيلم منها خالص. تاني ملحوظة هنشوفها مع بعض وملهاش أي مبرر إخراجي، وأشك إن المخرج المونتير يكون عملها غلط، وهي قلب الكادر اليمين شمال والشمال يمين في بعض المشاهد، كان شيء ملوش أي مبرر. نيجي بقى للجزئين المليانين بالغلطات. الأولى هي الإعداد، والإعداد هنا يشمل اختيار الناس، الأسئلة، والتحضير، والإحصائيات. خلينا نمسك واحدة واحدة. اختيار الناس: اختيار المجموعة اللي تركت الحياة في مصر وقررت السفر للجهاد في سوريا كان موفق، أما المجموعة اللي تركت الإسلام وفكرة الأديان بشكل عام فكان غاية في السوء، لأن النماذج اللي تم اختيارها ما بتمثلش فعلا النماذج اللي سابت الأديان. أسباب هايفة جدا زي اللي اصطدم في الدعاية اللي كان معاه في حملته، واللي ما عجبهاش موقف الإسلاميين من باقي الثوار فقلعت الحجاب وبعدها سابت الدين، واللي شبهت علاقتها بجوزها بعلاقتها بربنا. في نماذج أكثر ثراء واليوتيوب مليان بيهم، نماذج كتير من شباب سابت الأديان عندها فكرة أعمق يستحق إننا نناقشه، إنما النماذج اللي في الفيلم كانت ضعيفة جدا وتحس إن اختيارها بالضعف ده مقصود. نيجي للإعداد، فخلينا نشوف الأول نوعية الأسئلة المكتوبة، قصدي المتحضرة، لأن المقدم فاجئنا بنوعية أسئلة أنا متأكدة ما كانتش مكتوبة في السيناريو زي ما هنشوف في الجزء الأخير من تحليل الفيلم. طبعا لا تعليق على نوعية الأسئلة وخاصة في الجزء الخاص بتاريخ الأديان، يعني إيه أعمل فيلم عن موضوع شائك زي ده وأصرف عليه كل الصرف ده وتبقى دي نوعية الأسئلة؟ التحضير للشخصيات ما كانش سيء، طبعا بنتكلم عن الجزء الأول اللي أخذ حقه جدا، مواد فيلمية كويسة، فدي النقطة الإيجابية الوحيدة في الجزء ده. النقطة الأخيرة هي الإحصائيات، ودي نقطة غاية في الأهمية مش بس في الفيلم ده لكن في أي أرقام بتتقال عن الشعب المصري بشكل عام. أي مؤسسة خصوصا المؤسسات الدولية اللي بتيجي تعمل أي إحصائيات في مصر بتاخد عينات عشوائية أكيد عمرها ما هتتعدى الألفين أو التلاتة، وغالبا بتكون من القاهرة بس أو على أحسن تقدير المدن الكبرى. وطبعا زي ما كلنا عارفين
ان في اي بلد مش بس في مصر المجتمع والثقافه بتختلف تماما من مدينه كبيره لمدينه صغيره لقريه لبدو. فمؤسسات الاحصاء عمرها ما بتعمل ده، هما شويه عينات من القاهره وغالبا كان بيكون فئات معينه ويطلع بنتيجه. وانا بأؤكد انها غلط 1000000%، وما كانش المفروض انها تذكر في الفيلم خالص. المحور الثالث من مناقشه الفيلم هو التقديم. محمد ماهر عقل، واحنا هنا بنقيمه مهنيا وليس شخصيا، كان عليه العديد من النقاط، تبدا من الاداء المفتعل في الحوارات بس بيكون قمته في مشهد الختام وهو بيخبط راسه في الحيط. لما هنناقش افلام تانية من النوعيه دي، اقصد اللي فيها شخصيه محوريه بتحاور وتسافر، هنشوف ان شعريه بسيطه جدا بين الافتعال والبساطه، وهيظهر قمه الاداء في حلقات الرائع مورجان فريمان اللي هنناقشها قريب. تاني حاجه زي ما قلت قبل كده هو ان في سيطره واضحه لمحمد ماهر عقل على العمل، ففي اسئله استحاله تكون مكتوبه، زي لما اروح اسال واحد سايب الدنيا كلها وحاطط عمره على كفه وبيجاهد من وجهه نظره، اتفقنا معاه واختلفنا، فما ينفعش اساله انت اهلاوي ولا زملكاوي ولا انت حبيت كم مره، ولا لح عليه انه يغني لي. كمان في جزء تارك الدين الاداء رومانسي جدا ومتعاطف جدا وغير محايد بالمره، فاعتقد ان التقديم ما كانش ناجح خالص، ده غير محاولته دايما للكلام عن نفسه كطرف للمعادله ونموذج يحتذى به، وده طبعا مهنيا مرفوض تماما شكلا وموضوعا. نيجي بقى للمشهد ما قبل الاخير في الفيلم، وهو مع مسيحي برضه ساب الدين ومتشكك في وجود اله. مشهد حوالي 40 ثانيه، اكتر من نصه رايح في حركه الكاميرا. طيب لما انت عندك شخص زي ده ما خليتوش ليه من النماذج الرئيسيه في الفيلم؟ انت المفروض بتتكلم عن ظاهره زي ما بتقول، فلازم تدرس كل الجوانب. اما كونك تجيب مشهد علشان تقول انا عملت اهو، فكان يا اما تدرس الموضوع صح يا ما تفتحوش خالص. قبل ما ننهي احب اقول ان في نموذج من اللي ظهروا في الفيلم كان له فيلم كامل عنه انتجته واحده من اكبر القنوات الامريكيه، برضه بفريق عمل مصري، لكن الفيلم ده كان له شكل تاني خالص يستحق ان يكون موضوع الحلقه الجايه. واخيرا، فالنوعيه دي من الافلام مهمه جدا لرصد حالات المجتمع، بس علشان تتعمل لها شروط، اهمها دراسه الظاهره واختيار النماذج صح. تاني حاجه يفضل تكون محليه، ما ينفعش انها دايما تكون من جهات خارجيه ونتفاجئ بيها بعد ما تتعمل. واخيرا، صدق النيه والغرض من عملها عشان يكون في هدف منها. والتلات عناصر ما تحققوش في فيلم النهاردة خالص. فيلم الأسبوع الجاي مش هعتبره فيلم لوحده، لكن أقدر أقول تكملة لحلقة النهاردة، حتى رغم إن الموضوع مختلف والقناة مختلفة تماماً، مش بس الشخصيات المشتركة في الفيلمين هو الرابط، حاجات كتير جداً هنتكلم عنها الحلقة الجاية، استنونا.